منصات التتويج على الرغم من كونها المكان المفضل لنسور القلعة الحمراء في مختلف المنافسات بكافة مراحلها، إلا أنها لم ولن تكون الغاية التي يسعى إليها أبطال النادي الأهلي. فرفع راية الوطن في المحافل الدولية بمثابة الغاية الأكبر والأعظم لكافة المنتسبين لنادي الوطنية منذ تأسيسه في العام 1907. ويعد فريق آنسات سلة الأهلي تحت 18 سنة أحد فرق النادي المتربعة على منصات التتويج في الموسم الماضي بالفوز ببطولة الجمهورية بعد الفوز على سموحة بنتيجة 55-53 في المباراة النهائية في منتصف أغسطس الماضي، ومن قبلها الفوز على سموحة. وكان بطلات آنسات السلة نجحن في تحقيق الفوز في كافة المواجهات في منافسات الدور النهائي أمام كل من الزمالك وهليوبوليس والصيد والزهور على الترتيب. وما كان للفريق أن يحقق هذه النتائج المتميزة إلا بقيادة فنية متميزة للكابتن عمرو صابر أحد أبناء الأهلي المخلصين ومدرب الفريق، الذي قاد الفريق في الدور النهائي من بطولة الجمهورية بالعلامة الكاملة محققاً الفوز في كافة المباريات. تميز آنسات سلة الأهلي دفع الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات لاختيار 3 لاعبات في قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة إفريقيا للناشئات المؤهلة لبطولة العالم، والتي يسير فيها فريق ناشئات السلة بخطى ثابتة نحو حلم التأهل لمونديال الناشئات. ونجح المنتخب الوطني بمشاركة ثلاثي الأهلي التوأم هاجر وهالة علي بالإضافة إلى آية الفخي في تحقيق الفوز على نظيره السنغالي بنتيجة 54-48 ليعدل مساره في البطولة بعد خسارة مباغتة أمام منتخب مالي. ويتطلع منتخب مصر للناشئات بقيادة المدير الفني شريف عزمي لبلوغ نهائيات كأس العالم في ظل العناصر المتميزة التي يضمها الفريق والدعم الفني والمعنوي الذي يقدمه الاتحاد المصري لكرة السلة والدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة التي استضافت البطولة في أحضان القاهرة، في رسالة مصرنا الغالية للعالم كله بقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في أصعب الظروف تزامناً مع تفشي فيروس كورونا.